السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم معايا في فيديو جديد، موديلات جداد كما كتشوفوا. اليوم غنقترح عليكم جلابيات مختلفين متنوعين، ده بالنسبة للخياطة ولا بالنسبة للوينات. كاين جلابيات ديال التنبات وجلابيات ديال الطرز والرندة. كيف ما قلت لكم كاين موديلات متنوعين في هذا الفيديو، اللي بغات شي حاجة تسكرينيها وتصيفطاني في الواتساب. نبداو بأول فيديو كيف ما كتشوفوا، عفوا اول موديل. في الاول شفتوا ديك الموديل الزرق بالتنبات، وكاين هذا بالاحمر، هذا جات بالطرز كيما كتشوفوا، وكاين هذا الموديل اصفر بناني مخدوم بالحجيرات كيما كتشوفوا او العقيق، وكاين هذا الموديل كيما كتشوفوا فيه ديك لي موتيف هيدي من السطوق، وكاين هذا الموديل البنات كيفما كتشوفوا حتى هو بالطرز. كاين هذا الموديل بلومارين، وكاين هذا الموديل البنات كيفما قلت لكم، اللي بغات شي حاجه تصيفطالي في الواتساب ونوجد لها بحاله. وكاين هذا الموديل كيفما كتشوفوا جرائع، هاد اللوين مع التنبات كيف ما كتشوفوا معايا، وكاين هاد الموديل هذا حتى هو بالطرز على الجناب وعلى الكمام. هانتوما كيما كتشوفوا هذا جلابو القميص اخضر ملكي مخدومه باصفر او لبس قلي، هذا نفس الموديل اللي قبل ديال الاخضر اللي شفنا مطروز على الجناب ديال الجلابه والكم. وكاين هذا الموديل اللي دارج على الموضه بقوه هذا العام ديال التنبات، جلابيات ديال التنبات. وكاين هذا الموديل هذا كيف ما كتشوفوا حتى هو بالتنبات، وكاين هذا الموديل حتى هو بالتنبات البنات. فاللي بغات شي حاجه تسكرينيها وتصيفطالي. بالنسبه للبنات علاش كننوع في الفيديوهات، اغلبيه ديال البنات كيقولوا لي اعمل تنبت بوحدو والطرز بوحدو، فانا كننوع في الفيديو باش كل واحده على حسب الذوق ديالها. كاينين اللي كيبغيو التنبات وكاينين اللي كيبغيو الطرز، فاللي بغات شي حاجه نوجدها لها. وكاين هذا الموديل كيف ما كتشوفوا، هذا ازرق ملكي، وكاين هذا الموديل بالرنده والطرز كيف ما كتشوفوا، جاوب ديك حجيرات في الوسط. وكاين هذا الاحمر حتى هو بالتنبات، خدمه ديال المعلم ومنبت بحجيرات كيف ما كتشوفوا. وكاين هذا الازرق مخدوم بالاصفر فيه ديك جوهر حتى هو نسطوق، هذا نفس الموديل البنات غير هو اللون مختلف. هانتوما كيما كتشوفون، المهم البنات اللي عجبتها شي حاجه تواصل معايا. كيف ما كتعرفوا بان هذا اللون دارج بقوه كيف ما قلت لكم هذا العام الاورانج. وكاين هذا الموديل هذا حتى هو جا بزوق ديال المعلم والحشيرات، هذا كامل اللي منبت بالعقيق كيف ما كتشوفوا بالاسود والذهبي. وكاين هذا الاحمر جلابه مخزنيه مطروزه بالطرز على الكمام وعلى الصدر، وكاين هذا الاسود مطروز كيف ما كتشوفوا مطروز على الكمام باللوينات، وكاين هذه الجلابه هذه بالطرز وبالتنبات جلابه مخزنيه كيف ما كتشوفوا. وكاين هذا الموف بارد مخدوم بالطرز والخدمه نسطوق، وكاين هذا الاصفر البنات بالتنبات جا على هذا الشكل هذا مخدوم بالموف مفتوح والذهبي، وكاين هذا الاورنج مخدوم بالطرز
والعقيدات ملونين، وكاين هاد الجلابة والقميص بالرندة والطرز كيف ما كتشوفوا مزوقين بالطرز، مزوقين هاد الطرز. وكاين هاد الموديل كيف ما كتشوفوا جات بديك الزواقة من قدام ديال التنبات. كاين هاد الاخضر بالطرز كيف ما كتشوفوا على الكمام ونسطوق، وهذا ايضا بالتنبات. كاين هاد الاسود كيف ما كتشوفوا حتى هو بالتنبات. كاين هاد الموديل كيف ما كتشوفوا مخدوم بالغوز حتى هو بالطرز. وكاين هاد الموديل جلابة عصرية بالتنبات كيما كتشوفوا. وكاين هاد الأزرق جا كامل بالتنبات بهذا الشكل. هذا كاين هذا شيبي مخدوم بالطرز وفي نفس الوقت مشروك بالتنبات، الشكل بالتنبات وفيه ديك الزواقة من قدام ديال الطرز. وكاين هذا الأسود مطروز كيما كتشوفوا باللوينات. وكاين هذا الموديل هذا حتى هو رائع البنات بالتنبات الاسود والذهبي. وكاين هذا الازرق مخدوم حتى هو بالتنبات كما كتشوفوا. وكاين هذه الجلابه بالدونتيل، هذه صالحه للعريسات كيف ما كتشوفوا بلون كاسي. وكاين هذا الاورنج اللون الدارج على الموضه بالتنبات. وكاين هذا الموديل البنات كيف ما شفتوني سبق لي ونزلت لكم موديلات ديال البيع، عندي واحده في بحاله يعني في غوز بيبي يعني واجده اللي بغاتها. وكاين هذا الموديل كيف ما كتشوفوا بالطرز الجياب كيف ما كتشوفوا معايا فيه ديك العقيق مهرس. وكاين هذا الموديل بالطرز حتى هو بالجياب. وكاين هذا الموديل اصفر اولا المطارد مطروز على الكمام وعلى الجناب الفتحي ديال الجلابه. وكاين هذا المرمى كيف ما كتشوفوا حتى المرمى ترجع الموضه هذا العام. وكاين هذا الموديل هذا البنات بالتنبات مخدوم عين وعقدة حتى لتحت. وكاين حتى هذا البنات رائع هذا الموديل هذا الطرز والتنبات بجوج تلوينات جمواتين. وكاين هاد الجلابه والقميص الطرز المخرم ام لا اولا المسوس يعني كل واحد كل منطقه وشني كيقولوا له ديك الطرز المسوس. وكاين هاد الازرق ملكي مخدومه حتى هي نسطوق وبالعقيق. وكاين هاد الاسود حتى هو بالعقيق خدمه بالعقيق. وكاين هادي بالطرز. المهم البنات موديلات واضحين. وكاين هاد الاصفر مخدومه بالطرز باللوينات كما كتشوفوا على الكمام وبالرشمان. وكاين هاد الاورانج كما كتشوفوا معايا بالتنبات. وكاين هادي حتى هي بالتنبات الخدمه نسطوق. كاين هذا الازرق بالطرز بالجياب كما كتشوفوا مطروزين. وكاين هذه بالتنبات هذه ماشي بالطرز هذيك التنبات. مهمة البنات هادو موديلات متنوعين مختلفين باش كل واحده على حسب الذوق ديالها تختار اللي عجبها. المهم البنات وصلنا لاخر الفيديو، كنتمنى يعجبوكم هاد الموديلات اللي قدمت لكم ومازال ان شاء الله نزل لكم ديما الجديد. مع السلامه حبيباتي الى فيديو قادم ان شاء الله.